أمريكو إيهاب، شكرا على استضافتك لقناة الأهداف هنا في البيت تاعك في تونس لإجراء هذا. السلام عليكم، مرحبا بكم قناة الهداف، مرحبا بكم هنا عندنا في تونس، وإن شاء الله نفوتوا حصة في القمة إن شاء الله. نعم، إيهاب ولاعب النور، وش تفضل؟ كما تحبوا أنتم، عبد النور إيهاب. نعم، عبد النور إيهاب بالحسيني، لاعب النادي الإفريقي التونسي. كيفاش راك تعيش رمضان بعيد عن الأهل هنا في تونس؟ كيفاش مع لي زونترينمون؟ أو يجيكم صعيب ولا سهل؟ كما تشوف بعد حلول شهر رمضان الكريم اللي نتمنوا لكل الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية رمضان مبارك. كما تشوف هنا رانا لونترين معدنا مور الفطور، نتينو حتى مور الفطور، والنهار تاعنا يفوت عادي. تعرف شهر رمضان قراءة القرآن، تلاوة، دعاء. نعم، هذا هو. وشفناك أو سمعنا بلي إيهاب راك تحرص على اداء صلاه التراويح كما كلمه تتزامنش مع التدريب. كما تشوف ملي كنت صغير الاب تاعي كنت دائما نروح معاه نصلي صلاه التراويح. شهر رمضان شهر العباده، دائما كيما يكونش عندنا لونترينمون مور الفطور دائما نروح نصلي التراويح. نعم. مع الاولاد، مع نبيل ومعز حسن، ربي يخبر ان شاء الله. ان شاء الله يغتنم الفرصه في هذا الشهر الفضيل. إيهاب، قبل ما نحكيه على فريقك الحالي النادي الإفريقي والأشهر الأخيرة قبل نهاية العقد تاعك، هل راح تجدد العقد أم لا؟ نعود نوليو بالمشاهدين تاعنا إلى الوراء قليلا، إلى الوراء المواسم والسنوات القليلة الماضية، إلى فريق القلب، الفريق الذي نشأت فيه والذي برزت معه واللي عرفنا بإيهاب عبد النور بالحسيني، وهو اتحاد بالعباس. المسيرة تاعي بدأت في اتحاد بالعباس من الشبان الصغرى، ومن بعد تنقلت إلى أكاديمية أصفى بوهران اللي كان يترأسها أبو عاقل ربيع، ولعبت لمدة موسم نصف ولا موسمين. من بعد كان في مشاكل إدارية وين عاود رجعت لفريق اتحاد بالعباس، وين كملت معهم كاع الاصناف الصغرى. الحمد لله كانت تم الترقية تاعي عن طريق الشيخ صنور اللي هو عاوني بزاف باش طلعت سينيور. الحمد لله يا ربي فريق اتحاد بالعباس هو اللي بيني وهو اللي وراني بزاف صوالح في كرة القدم. الحمد لله يا ربي دروك رانا في النادي الإفريقي. ملي كنت صغير اخترت كرة القدم، رغم أن الوالدين تاعي كانوا يحبوني باش نقرا. الحمد لله يا ربي درت الوصية تاع الوالد والوالدة الله يرحمها، وين قالوا لي ربح الباك تاعك ومن بعد خير المسيرة تاعك. الحمد لله يا ربي فوت الباك تاعي وين ربحت، ومن بعد رحت لكرة القدم. واش كنت قرات تخصص؟ سيونتيفيك. جبت باك سيونتيفيك حاجة لا موين؟ قريب 13. ما شاء الله ما شاء الله. كنت قادر تمشي للجامعة ودير تخصص يناسبك، لكنك حب كرة القدم غلب على الاختيار تاعك. حب كرة القدم، أنا ملي كنت صغير كنت نحب البولة، وتاني كنت نقرا بيان، ما كانش عندي مشكل ما بين القراية والكرة. والحمد لله يا ربي وفقني وين ربحت البكالوريا تاعي، ومن بعد كملت في كرة القدم. ولو بوست اللي بديت فيه دائما كان في الهجوم. في الهجوم، وسط ميدان هجومي ولا على الرواق. نعم. بعدها كيفاش حتى تمت الترقية تاعك للفريق الأول اللي اتحاد بالعباس؟ وكنت صغير نوعا ما في السن. كنت صغير في السن، الحمد لله يا ربي كي كان في عمري 17 وين طلعني سينيور جيوالم والشيخ معز بوعكاز تونسي نشكره بالمناسبة. ومن بعد فاتت عليا ظروف غير مناسبة وين حبست الكرة والتهيت مع البكالوريا، وكان تاني خسرت الباك عامي الأول. والعام الثاني لعبت وليت إسبوار نلعب عند الشيخ صنور، وفي نهاية الموسم وين فزت بشهادة البكالوريا وتم ترقيتي للسينيور. كان في وقت من الأوقات قررت توقف على ممارسة كرة القدم؟ قررت نوقف ممارسة كرة القدم لأن كانت أمي متوفية
وكان عندي البكالوريا وما كانش عندي الوقت بزاف باش نفوت الباك. بعدها في العام الموالي الحمد لله. العام الموالي تم ترقيتي عن طريق الرئيس الراحل جلالي بن سنادة، نترحموا عليه في هذه الايام المباركه، ان شاء الله ربي يرحمه ويكون من اهل الجنه. هو اللي طلعني سينيور، الحمد لله يا ربي بديت اونشيني لي زونترينمون ولي ماتش مع لي سينيور، الحمد لله كانت البدايه تاعي موفقه مع الاكابر. بعدها مشيت لرائد القبه، التحقت بالقبه. من بعد لعبت موسم كان عاد العام تاعي عاد اسبوار، مازال ما طلعت سينيور، بصح نتريني سينيور مي مازالني اسبوار. كانت عندي شويه مشاكل مع المدرب، وين اضطريت باش نغادر ونروح للفرق العاصميه، ومن بينهم كنت رائد القبه، وين بديت معاهم بريباراسيون، درت معاهم اون سيمين تاع بريباراسيون، ومن بعد كان فيه اتصالات زعما ما نكذبش، وين عيطوا لي مسؤولين من بينهم الرئيس الراحل عكاشة حسناوي، اللي اتصل بيا هو بيرسونيلمون قال لي لازم ترجع، وزعما انت ولد ليكيب تاعنا وما نسمحوش فيك. الحمد لله يا ربي رجعت، والرائد القبه سهلوا لي الماموريه، عطوني الاوراق تاعي ورجعت للاتحاد بالعباس الحمد لله. وكنا طلعنا احنا سينيور، احنا فئه 5 تاع لي جوار وين طلعنا سينيور، من بينهم عبد اللي رحيم ومترف نبي اللي راه في الحراش دروك وانس عباس. بعدها كانت الانطلاقه الفعليه، من بعدها كانت انطلاقه مع اتحاد ملابس. ما كنتش تلعب وسط ميدان هجومي، كنت تلعب على الجهه اليسرى. كنت نلعب على الجهه اليسرى من الهجوم. انا ما عنديش مشكل، نقدر نلعب على الجهه اليمنى الجهه اليسرى وسط ميدان هجومي. ما شاء الله. مي انا غوشي. نعم. بعدها من تما بدات وليت هداف للبطوله. بديت نونشيني لي ماتش، يعني ماشي مهاجم صالح وسط ميدان هجومي. كيفاش حتى قدرت في وقت من الاوقات؟ في بدايه العام تاعي كنت بصح في البدايه تاع العام كنت نلعب على الرواق الايسر، وبديت ندي فيه الخبره شويه، والحمد لله البدايه تاعي كانت موفقه، وين بديت نسجل اهداف باسكو كانت عندنا مجموعه تاع اللاعبين من قمه الكبار مثل بنوة زواري عربي تابتي نبيل العمارة أبو قلمونة بن عبد الرحمن خالي زكريا نجيب غول، كانت عندنا فرقة وين هما سهلوا للمأمورية باش ندخل في الجروب ديريكت. الحمد لله يا ربي انشينيت لي ماتش وليت نماركي لي بيت، وكنت هداف الفريق هداف البطولة في الموسم الأول. إيهاب كانت عندك كذلك علاقة مميزة مع المدرب السي طاهر شريف الوزاني اللي عاونك بزاف في المسيرة تاعك وفي الانطلاقة تاعك. أنا مع بداية المسيرة تاعي كان المدرب طاهر شريف الوزاني اللي نحيوه بالمناسبة، كيما يقول لك عندها كنا نخدمو بيان، وزعما سيرتو أنا كان دايها مورايا باسكو أتاكون ما يلزمش تراطي ما يلزمش شغل، تعلمنا معاه كلشي ديفون ديت أتاكي. الحمد لله كان عندنا جروب شباب وهو كان واقف على هذاك الجروب، ومن ثم بدات الانطلاقه تاع بالحسين. في الموسم اللي انهيت هذاك الموسم هداف للبطوله، مع من كنت في منافسه؟ شكون هما المهاجمين اللي كنت معهم في المنافسه؟ المهاجمين جو بونس كان عبيد تاع شباب قسنطين. هو اللي نذكره اللي كان قبلك سجل 16 او 17 هدف. نعم. كنت يعني في منافسه مع عادل. والدفاع اللي كنت تلقى امامه صعوبات كبيره في البطوله؟ والله ما نكذب عليك، احنا الفريق اللي كان عندنا حتى الدفاع ما كان يخلعنا، الحمد لله احنا كنا ديجا كنا نربحوا ادوميسيل و اليكستيريور، مع لي زاتاكون اللي عندنا ولي ميليو تيرا اللي كانوا عندنا ما شاء الله، وين كنا نقدروا نخترقوا لا ديفونس تاع اي فريق نلعبوا له. وشكون هو اللاعب اللي ساعدك باش تنهي الموسم هداف للبطوله وتبرز والناس كامل تعرف ايهاب بالحسين؟ شباب نقول لك هما كاع اللاعبين ساهموا باش بالحسين يبرز ويكون هداف الفريق. لا اللي كان معاونك بالتمريرات وبالتوزيع؟ اللي كان معاوني كاين زواري عبد الكريم وعربي تابتي وعبد الصامد بنو، هادو هما اللي كانوا معاونيني بزاف، شغل ما عنديش ضغط
في لي ماتش شغل هما يتحملوا مسؤوليتها كل شيء هما اللي كانوا يعطوني لي زوكازيون ولي اسيست باش نماركي. نعم كذلك مام رحيم عبد اللي هو ايضا كان يعطيني لي اسيست. نعم كذلك اللاعب نبيل العماره اللي كان يلعب على في يعني في الرواق تاعك على الجهه اليسرى. وكاين كذلك شبه بيناتكم يعني نبيل العمارة من اللي كان ملي جا بالعباس هما يتلفوا بيناتنا دي فوا يقولوا له هو بالحسيني دي فوا يقولوا لي العمارة. ما من لحد الان هنا رانا في تونس بالك لحد الان ما يفرقوش بيناتنا انا وياه. وهو في بالعباس كان معايا وكنا نلعبوا على الجهه اليسرى وين كان يقول لك بالعباس عندهم كل ورقوش صعيب فيه نبيل العمارة وإيهاب الحسيني. بعد ما برست مع نادي اتحاد العباس جاءت العروض محليا ومن خارج الوطن كذلك. كيفاش عشت هذيك الفتره اللي تلقيت فيها عروض بالجمله؟ انا نهايه الموسم تاعي مع اتحاد بلعباس وين لعبت معهم بالك 4 سنين ولا 5 سنين وكانت نهايه العقد تاعي في 2019 وين تما كانوا عندي بزاف عروض ولسوء الحظ كان وقت كورونا ما كانش عندي الاختيار زعما باش نخير زعما بنفسي باسكو كورونا الايروبور مغلوق والحمد لله يا ربي. وكنت اتفقت انا ذاك مع نادي السد القطري. نادي السد القطري وين في هذيك الفتره وين كانت في الميركاتو وصار فيه مشاكل تاني اداريه وين اتحاد بلعباس ما خلونيش يعني دقيقة الأخرى منعوك من منعوني باش نروح للسد القطري رغم أنه العرض كان جد مغري. ومن بعد كي وافقوا هما كان الوقت كمل شغل ما نقدرش نفوت في التيامس. زعفت ما نكذبش عليك قاصني بزاف باسكو أنا ابن الفريق واتحاد ابن اتحاد بلعباس كنت زعما نحب زعما نخرج ونمثل اتحاد بلعباس بصوره مشرفه وسيرتو الارض من السد القطري وكشغل حافز لي انا الحمد لله يا ربي ربي ما كتبش يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم الحمد لله يا ربي. من بعدها زعفت ومن بعد رجعت لي زونترينمون الحمد لله يا ربي قاطعت الفريق انا ذاك قاطعت الفريق لمده اسبوع. شكون اللي قنعك باش تعاود ولا؟ الوالد تاعي هو اللي قنعني باش نعاود. قالك زيد صبار وزيد خدام وتجي الفرصه ان شاء الله. الوالد تاعي هو اللي اقنعني باش نرجع. بعدها عاودت وليت وكملت الموسم مع اتحاد بلعباس. وفي الصيف التحقت ب نادي ام صلاب. نادي ام صلاب. القطري وقعت في هذا الفريق والناس يعني تعرفت على البطوله القطري. كيفاش كانت يعني الاجواء؟ بالنسبه لي شاب يغادر نحو الاحتراف في قطر. وين اخر موسم تاعي في اتحاد بلعباس ومن بعد انتقلت الى نادي ام صلال بطوله جديده مستوى اخر الحمد لله يا ربي قضيت معاهم 6 اشهر وين ثاني كان صاروا لي مشاكل وين اضطريت باش نغادر الفريق وبعدها صححت في نادي الوكره. قبل ما نحكيو على الوكره وقبل ما تروح لكم الصلاه كانت عندك عروض من انديه جزائريه معروفه نذكر منها نادي شباب الوزداد نادي اتحاد العاصمه ربما مولوديه الجزائر. وحنا واش وصلنا من اصداء قيل انه الناس نصحاتك باش تلعب في اتحاد العاصمه. كانوا عندي عروض محليه علاش ما قلتش بالك ربما نزيد نفرض نفسي في البطوله الجزائريه نلتحق بنادي اخر بعدها نمشي ان شاء الله للاحتراف في اوروبا. كانوا عندي في نهايه الموسم كانوا عندي ثاني عروض محليه كما قلت اتحاد العاصمه شباب الوزداد مولوديه الجزائر وكانوا عندي عروض ثاني خارجيه وين ما قدرتش نخرج مثل لو هافر وسيون اف سي سيون وكليرمون فيرون. وين تكلمت مع الاداره تاع كليرمون فيرون بال كل شيء عملت معهم كل شيء لكن مشكل كورونا ما قدرتش نخرج من الجزائر. نعم كانت عاده بدايه كورونا وكل شيء مسكر ما قدرتش نخرج. معليش مشيت لام صلال ما مشاتش معاك الامور ما فرضتش نفسك في هذا الفريق.
بديت مع ام صلال، بديت بيان وسجلت المباريات الاولى، ومن بعد كان في المباراه الاولى ركله جزاء. نعم في المباراه الاولى، ومن بعد سجلت مباراه ثانيه، ومن بعد ثاني ما نجحتش في نادي ام صلال. كانت عندي مشاكل مع المدرب. المدرب ما تفهمش معه. حبي يغير لك منصب. غير لي منصب تاعي، وانا ما مقدرش نلعب في ذاك المنصب. بيفو شغل رجعني، لانه هو يلعب بطريقه دفاعيه، وانا زعما من الخصوصيه تاعي زعما نكون هجومي ما نكونش دفاعي. نعم. ما تاقلمتش مع الخطه تاعه، وقلت له بلي زعما ما نقدرش نلعب في هذا المنصب. يعني هذا هو السبب. هذا هو السبب، لانه الناس قالت بلي ايهاب بالحسيني سرح لعدم اقتناع الطاقم الفني بالامكانيات تاعه. اي هما قالوا كيما هكا، مي هذا الامر نورمالمون درك شويه. باينه باللي درك، وانا كنت صغير تما في قطر متغرم. شو هو الصوره تاعك في البطوله القطريه؟ كنت متغرم، مي انا عندي ثقه في روحي وعندي ثقه في نفسي. بعدها التحقت بنادي الوكره القطري، يعني بقيت في البطوله القطريه. وهذا من شأنه يعني اكد للناس باللي عندك امكانيات ما شاء الله. كون ما كانش عندي امكانيات ما يعاودش يعيط لك فريق اخر من الوكرة. الحمد لله يا ربي كي سنيت في الوكرة، وين لقيت راحتي بزاف مع نادي الوكرة، وكانت اول مباراة تاني سجلت فيها، ومن بعد انشينيت سان ماتش نورمالمون في السانكيام ماتش، وين جاتني اصابة بالغة في الفلاشوفي، وين اضطريت باش حبستني على باش نكمل لا سيزون. يعني كنت فلا لونسي. كنت فلا لونسي، وين جاتني لا بليسير مكتوب الله، ونريحت عليها دو موا. للاسف ولم ما كانش يعني الاصابه الاولى البالغه اللي تعرضت لها. ما كانش قبلها الإصابة. كانت عندك اصابه؟ قبلها كانت عندي اصابه. تعرضت لها مع نادي الاتحاد بالعباس. نادي الاتحاد بالعباس. دائما على مستوى الكاحل؟ لا لا، مستوى الكاحل لا. الاصابه الاولى كانت على مستوى بيبالجي. صح، هذيك هي الاصابه اللي لم تخلني الذاكره، اضطريت باش تمشي لعلاجها في اسبيطار في قطر، واللي كذلك حسب ما صرحت به في ذلك الوقت اضطريت لبيع السياره تاعك من اجل العلاج. باسكو كنت في نادي الاتحاد بالعباس، ولابليسير تاعي قعدت غير هي وتزيد، وكنت نقول لهم بلي زعما مانيش نقدر نلعب، وهما كانوا يقولوا لي ماكش تحب تلعب، كيفاه انا في عمري 20 سنه ولا 21 سنه ما نحبش نونشيني لي ماتش وزيد نولي بيوتر نزيد نماركي، وين قلت لهم بلي سي بون زعما نحبس ما نزيدش نتريني. وديجا بعثوني الطبيب تاع ليكيب ناسيونال يقدح، هو اللي قال لي يليق لك اوبيراسيون. بصح شي مشيت لقطر، كاين عيادات في الجزائر، كاين يعني وسائل في الجزائر. انا نصحو مشيت للاسبيطار. علاش؟ والله نصحني واحد الكيني قال لي الا عندك دراهم قال لي روح الاسبيطار، قال لي باسكو يرجعوك كيما كنت من جديد، زعما لا بليسير تاعك تروح لك. وانا كنت صغير ما نعرفش، ما عنديش اكسبيريونس في هاد الصوالح. وين هذا محمد الكيني، هذا محمد بن داود اللي نشكره بالمناسبه، نصحني باسبيطار. كيما كان الحال هضرت مع مسير تاع اتحاد بلعباس باش يعطوني الدراهم باش المستحقات باش نقدر نعالج. واحد ما تكلم معايا، واحد ما مرجع لي الخبر، واضطريت وحدي باش نبيع السياره تاعي، وتسلفت شويه دراهم. كاين ناس عاونوني. والزملاء تاعك في الفريق اللاعبين ما عاونوكش؟ كاين لاعبين اللي عاونوني في الفريق. انت كي بعثت الملف الطبي تاعك للاسبيطار عاودوا رجعوا لكم وقالوا لك يا ودي تقدر تجي تعالج عندنا؟ تأمني رحت على ربي، ما بعت حاجة، ديت الدوسي تاعي ورحت القطر ودرت وديت معايا دراهم، ديت 9000 يورو. لا ديت معايا صاحبي وين خرج معاه هو 4500 انا 4500. لا هذا الامر مسموح به. مسموح به بالورقة تاع البنك. بعدها لحقت الاسبيطار، مشيت لحقت القاطر، لحقت اسبيطار، درت كونسلطاسيون، وين شافني وين قال لي بلي زعما ما عندكش زعما حاجه صعيبه،
قال لي مع قال لي النيفو تاع لي زاديكت قال لي صافا قال لي انتاكت قال لي البروبليم قال لي عندك الفوقه في الليرني. ومن بعد كي قال لي المبلغ شحال مبلغ قال لي 16000 يورو يعني خصوك 7000 يورو. الحمد لله يا ربي. وانتما الله عز وجل كتب لك باش تعالج وبعث لك انسان بعث لي انسان اللي هو بغداد بونجاح. بغداد بونجاح ما انا ما كنتش نعرفها من قبل. سمع بيك جا مباشره وين كلمت صحابي اللي لعبوا معايا اربي تابتي وبوكالمونا قلت لهم زعما هو لا قد يعطيني الدراهم انا في قطر وانا نعطيهم لها في الجزائر. نعم كيف ما كان الحال جا مباشره جا عيط لي رحت عنده للدار قعدت معاه ومن بعد عاوني بالمبلغ اللي ومن بعد حكيت معاهم درت لوبيراسيون كي كملت قالوا لي باش دراهمك يرجعوهم لك كاين انسان هو اللي يتكفل لك قبل العمليه. يعني حتى انا من الاوراق دخلتهم للجزائر. يعطيه الصحه يعطيه الصحه والله نشكره بالمناسبه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي من هذا المنبر شغل هو اللي زعما عاود حياني من جديد باسكو قعدت نقول سي بون شغل جا تغلقت عليا الابواب زعما هكا ما لقيتش كي ندير قلت زعما بزاف دراهم لازم نرجع للجزائر نعاود نروح نشوف بلاصه واحده اخرى. وين تلقيت بغداد بونجاح وين هو زعما وقف معايا وعاوني بالك هو ما يحبش غادي نهضر كيما هكا مي جات لوكازيون نقول له يشوفك ان شاء الله بغداد قول له كلمه مباشره قول تفضل بغداد ويشوف بغداد انت خويا والخير اللي درته فيا ان شاء الله يا ربي يعوضها لك ان شاء الله بما خير و راه كيما خويا الكبير مازالني اون كونتاكت معاه تو لي جور قول له ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك وربي يعاودها لك ما خير ان شاء الله ان شاء الله. والسياره اللي كنت بعتها بعتها السياره سي ماقدرتش تسترجع ماقدرتش تسترجع راحت السياره. اذا كانت هذه هي القصه اللي رويتها على الاصابه تاعك والوقوف تاعك بغداد بونجاح معك اللي عاودنا وليدها. وبالمناسبه راني فرحان بزاف اللي عاود رجع لكيب ناسيونال ان شاء الله يستاهل ان شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح و بوكي دريسيت ان شاء الله موفق ان شاء الله مع النيجر يبقى هداف واحد من هدافي المنتخب الوطني لم لما نيش غاب بالحق 16 ولا 17 انهدف ومازال ان شاء الله ان شاء الله المسيره طويله اللي بغداد بونجاح باش يزيد يمتعنا ان شاء الله بالاهداف. كانت هذه القصة اللي رويتها لنا على الإصابة تاعك وعلى الوقوف تاع بغداد بونجاح معك. الوكرة القطرية اللي ما كملتش معها الموسم بسبب الإصابة قررت تغادر الفريق والوجهة كانت نادي الإفريقي البطولة التونسية وما كانتش أول مرة تجي فيها تونس لأنه جيت من قبل كنت راح تتوقع في الترجي التونسي كنت مرشح باش تعوض يوسف البليلي مشاهدي أهلي جدة 2019 يعني ما كانش اول مره تجي فيها لتونس. مي ما جيتش لتونس كانت كان كونتاكت برك ما جيتش لتونس مي كي جيت لتونس صححت في النادي الافريقي 2021 فرق كبير معروف هنا في البطوله في التونسيه النادي الافريقي ما كاش اللي ما يعرفش النادي الافريقي والكليبيست النادي الافريقي فريق كبير وعنده نادي عنده قاعده جماهيريه كبيره وين معروفه افريقيا وعالميا وكما تشوف الاكسبيريونس تاعي في النادي الافريقي كانت طري ليميتي وين ما برزتش فيها كما كنت بحب انايا مي ما غير لي ديفيكولتي انا نسي دائما نطور من نفسي ونطور الامكانيات تاعي وراني هنا توجور نديفوندي لي كولور تاع كلوب افريكا حتى يكمل العقد تاعي ان شاء الله. يعني جيت بالنيه تاع تقدم الاضافه تاع تبرز مع هذا الفريق لما لا تطرق يعني ابواب المنتخب الوطني ومازال ان شاء الله الايام قدامك ان شاء الله يا ربي باش زدت فرد مع هذا الفريق ان شاء الله يا ربي ولو انه المهمه ليست سهله بسبب المنافسه اللي كاين في الفريق. كيما تشوف ان شاء الله احنا نديرو كاع اللي علينا نخدمو وكيما قلت لك انني حاضر في اي وقت يحتاجني الفريق نلعب ونسي نمد الاضافه المرجوه مني ان شاء الله ونكون على اوتر ان شاء الله. نعم. ما قري بالك في اون اني دمي ما قدرتهاش بالك ان شاء الله يا ربي في
لي ماتش اللي راهم باقيين بالك ان شاء الله يا ربي نعوض هذوك الايام اللي فاتوا ان شاء الله. راك في نهايه العقد تاعك عبد الله، خممت في المستقبل تاعك؟ مازالك مخمم غير على نهايه الموسم؟ والله انا كيما نقول لك ما نكذبش عليك، راني خمني مركز ونخمم غير في البطوله التونسيه باش ان شاء الله نقدموا مستوى جيد وباش نكونوا ان شاء الله بارمي لي 4 برومي في الشامبيونا. وكما ما يخفى لكش راه عندنا دومي فينال كوب تونيزي، ان شاء الله يا ربي نربحوا نفوزوا بالماتش لما لا نروحوا للنهائي، باسكو النادي الافريقي عنده شعب متعطش ومتحمس للالقاب ويحب الفريق تاعه بزاف. ان شاء الله يا ربي الواحد يركز غير على مع الفريق تاعه، ان شاء الله يا ربي يوفقنا حتى لنهايه الموسم ان شاء الله. ربما كان موضوع عبد النور حبيت نحكي معه فيك لانه هذا امر صرا ويصرا في كامل الفرق في العالم وليس فقط ما حدث فقط في النادي الافريقي التونسي، يحدث في كل بلدان العالم، وهو الحادثة تاعكم مع المناصرين اقتحام تدريبات كامل. يعني شفنا الفيديوهات تاع اقتحام تدريبات والتعرض تاعك لإصابة في المناوشات مع المناصرين، مناصرين مجموعة ليس كل مناصري النادي الافريقي وإنما مجموعة قليلة من المناصرين بعد الهزيمة تاع فريق المناصر. سمعنا باللي هذا الأمر أثر بزاف بزاف عليك، هل تجاوز هذه المرحلة الصعبة ولا مازال هتجيك هاد الهواجس في الذهن تاعك؟ لا، اللاعب متعرض هذا هو الميتي، اللاعب متعرض لهاد الصوالح ويعرف كي يدير يجيريهم. انا الحمد لله يا ربي هذوك اللي قاموا بهم بالك اشبه الانصار، باسكو المحبين تاع النادي الافريقي ما يعملوش كيما عملوا هذوك الاشبه الانصار. الحمد لله يا ربي انا هذيك الحادثه فتها نورمال، سيفري توشيتني شويه باسكو انا ما نحبني على روحي ني على صحابي. حتى هذيك اللي صرات وين تقد تقول هذوك اشباه الانصار اللي عملوا هذيك الحادثه وانا ما كنتش مقصود فيها، وين انا شفت زملاء تاعي كاين اللي تمس انا ما حبيتش عليه وين تحاميت معاهم وين جاتني الضربه. هذا هو كل شيء، وانا الحادثه تاعي فاتت عليا نورمال، واللاعب متعرض لهاد الصوالح ويعرف كي يدير يجيريها ويكون مونطال مونفور. الحمد لله يا ربي. والآن جاوز هذيك الحادثة؟ حادثة نعم، ولو أنه أنصار النادي الإفريقي معروفين على الصعيد القاري ليس فقط هنا في تونس، ونشفاو واش داروا مع الفريق تاعهم ووقفوا داروا تليفون وطموا مبلغ مالي كبير باش ينقذوه من السقوط. هذيك اللي قد يديرها غير الببليك تاع كلوب أفريكا اللي قد يوقف مع الفريق تاعه وين دار حملة كبيرة ونرجع الفريق تاعه من تحت العدم، رجعه كما كان. وان شاء الله احنا هذا الفريق نتمنوا له الخير، وان شاء الله من الانصار نادي الافريقي نتمنى نقول لهم اللي ان شاء الله يتلفوا على ليكيب تاعهم ويبقاو يحبوها كما راه. قبل ما نختموا الحوار عبد النور نحكيوا على المنتخب الوطني، يبقى حلم بالنسبه لك؟ المنتخب الوطني اي لاعب يتمنى يكون في المنتخب الوطني، والحلم تاعي ما نكذبش عليك الحلم تاعي من اللي كنت صغير كجزائري نلبس الوان تاع المنتخب الوطني. ان شاء الله يا ربي بالخدمه والعمل والانضباط ان شاء الله يا ربي وصلنا للحلم تاعنا ان شاء الله. واش رايك في ما يقوم به الناخب الوطني جمال بالماضي؟ راه يدير ثوره يعني يجلب لاعبين جدد خاصه شباب. الناخب الوطني وين راه يقوم بعمل كبير، وان كما قلت راه يعمل في ثوره جديده لادراج شبان المنتخب الوطني ويعمل مزيج من اللاعبين الخبره واللاعبين شبان. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه مع المنتخب الوطني وان شاء الله يفرحنا لما لا ان شاء الله نعاودوا ندوا الكوب دافريك ونروحوا لكاس العالم. نعم، من اللاعبين الشبان جابهم شكون اللي لفت الانتباه تاعك؟ راي نايت نوري، فارس شعيبي، بو عناني. والله ما كنت بعليك لي جوار كاع لي جابهم عندهم مستوى، ومن بين اللاعبين اللي عجبني هو ايت نوري على الجهه اليسرى. فكرنا بالحاج يا مات بالحاج. نعم ان شاء الله هاد اللاعبين اللي جاوا يقدموا الاضافه
ويفرحوا الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري يتنفس كرة القدم. في ختام الحوار طرح عليك بعض الأسئلة القصيرة، على الصعيد العالمي شكون هو الفريق اللي ينصروا إيهاب الحسين؟ الفريق اللي ينصروا إيهاب الحسين ريال مدريد. ريال مدريد من الصغر. مدريد. نعم. وش تكون هو أفضل لاعب حاليا على صعيد العالم؟ أفضل لاعب هو كريستيانو رونالدو. حتى هو مشى للنصر السعودي. حتى مشى للنصر السعودي. نعم. ملي كنت صغير كنت نبغي كريستيانو رونالدو. مام الأصدقاء تاعي المقربين لي يعرفوني اللي تحب كريستيانو، اللي نحب كريستيانو رونالدو. البطولة اللي تحب تشوفها بزاف في تيفاس؟ بطولة إنجليزية مش إسبانية. بطولة إنجليزية وإسبانيا كلاسيكو، من البطولة الإنجليزية يعجبوك المباريات والحماس؟ حماس مانشستر سيتي. في البطولة المحلية فريق الاتحاد العباس هو فريق اتحاد بلعباس فريق القلب، وان شاء الله من هذا المنبر نتمنى له ان شاء الله التوفيق، باسكو راه في مراكز مشي تاع اتحاد بلعباس، ان شاء الله يجوا رجال ويوقفوا على اتحاد بلعباس باش يرجعوها لمنصه الكبار. باسكو كما تشوف فريق اتحاد بلعباس تشوفه 4 سنين قبل كي كان يتوج بالالقاب، وتشوفه دروك وين تلقاه يلعب في الدرجه الثالثه ولا الثانيه. إيه غير ذاك الحاجة، أفضل لاعب جزائري لكل الأوقات الأخضر باللومي. كنت متأثر بالأخضر باللومي كيف طريقة اللعب تاعو؟ طريقة اللعب. لاعب في البطولة المحلية يعجبك حاليا؟ بالنسبة لي اللي راه أفضل لاعب في البطولة المحلية هما كان دي جوار، مي أنا زكريا دراوي وراه يقدم في مستويات كبيرة. نعم، تألق كذلك زكريا مع المنتخب الوطني. مع المنتخب الوطني. في الشان الماضي. إيهاب لاعب يعجبك في هذه السنوات الأخيرة؟ اللاعب اللي يعجبني في السنوات الأخيرة هو يوسف بليلي. يوسف. يوسف بليلي. موهبة ربانية. أنا ثاني معجب به ملي كنت صغير. ملي كان يلعب في مولودية وهران واتحاد العاصمة. كنت معجب عجبني ستيل دو جو تاعه. ومازال ان شاء الله يوسف ان شاء الله يا ربي يقدم لنا المنتخب الوطني، نتمنى له الخير ونتمنى له كذلك ان شاء الله الخير، كل الخير ان شاء الله ان شاء الله. تعاودوا له بقوه وتزيد فرض نفسك وتعاود تظهر للجميع وشكون هو عبد النور بالحسين. ان شاء الله يا ربي، ربي يوفقنا وان شاء الله يا ربي يحمينا من الاصابات ان شاء الله. مرحبا بكم قناه الهداف مره ثانيه، وان شاء الله نتمنى رمضان كريم لكل الامه الجزائريه وخاصه العائله، ونسلم على الوالد تاعي واخوة تاعي من هذا المنبر، ونقول لهم ان شاء الله رمضان كريم وكل عام انتم بخير ان شاء الله. شكرا لك.